الجنين الرياضي هو تأسس طبعاً مجموعة شبابية كانت قائمة بلعبة كرة القدم من خلال سنة الثلاثينات. حصل على الترخيص بسنة 1940، كمل نشاطاته لسنة السبعينات بسبب الظروف أو بعض المشاكل بسبب الاحتلال، وقف عملهم بعض الفترات خلال السبعينات رجع طبعاً استأنف عمله بسنة التسعينات، وما زال لحد الآن هو قائم بنشاطاته الثقافية والاجتماعية والرياضية. أهم شيء تكون في الرابطة من جهة إعلامية هو حشد الجمهور لمتابعة ودعم النادي، خاصة في المباريات المفصلية اللي هم دائما بحاجة يكون في لهم للجمهور، والجمهور تعرف إنه دائما بيكون اللاعب رقم 12 في الملعب. وكمان بنفس الوقت الرابطة مطلوب منها دائما إنها تضبط الجمهور بحيث إنه كمان ما يكون عنصر سلبي، يكون عنصر إيجابي للاعبين داخل الملعب. وهذا كان جزء بيلعبه اللجنة الإعلامية لرابطة المشجعين. أولاً رابط مشجعين نادي جنين تأسست ب 16/1/2016، كانت هي بدايتها، كانت عبارة عن تجمع لأكبر عدد ممكن من الناس، أعضاء إداريين موجودين داخل الرابطة، كانت موزعة المهام داخلها لمساندة الفريق ومساندة نادي جنين في المباريات في الإعداد. قبل الموسم دائما بنركز على تحضيرات النادي، يعني على سبيل المثال انه النادي مع مين يتعاقد، التعاقدات هاي شو ممكن تفيد النادي، نحاول نبرز اسماء اللاعبين الجدد على اساس انه كمان انه نعرف الجمهور اللي وكمان الداعمين لنادي جنين باللاعبين شو اهميتهم يكونوا موجودين وليش تعاقدنا معهم الى اخره. هذا قبل الدوري، وفي فتره الدوري طبعا يعني اهم شيء كنا يعني هو مستهدف الجمهور اللي له علاقة في نادي جنين، إن كان سابقاً حتى الجيل الكبير وحتى الجيل الجديد. يعني إحنا لفترة طويلة أو لحد اليوم نازال في عنا مشجعين لنادي جنين أعمارهم تقريباً 60-70 سنة وحتى 80 سنة، وبحضروا معظم المباريات وبيأزوا الفريق في معظم المباريات. وارد الصورة الجماعية بين اللاعبين، وهذا الطفل اللي هو هو طبعاً إحنا في عنا برامج وأنشطة ومبادرات ومشاريع تتعلق في الشباب، بتساعدهم على تطوير مهاراتهم، تطوير قدراتهم، تطوير الأنشطة اللي هم بحاجة لإلها كشباب في المجتمع. بالإضافة لأنه الشباب كتير بحبوا طبعاً كرة القدم، عنا فرق بتتعلق بكرة القدم من عمر 10 سنين، من عمر 7 سنين لعمر لعنا الفريق الأول. الفريق الأول في فئات عمرية مختلفة راح تكون للشباب في كرة القدم. دائما كانت رابط المشجعين قبل كل مباراة تعمل اجتماعات دورية، قبل كل مباراة نجتمع نشوف ميزانيتنا، نشوف شو ممكن نأمن للمشجعين من مواصلات مجانية كاملة، من ندفع جزء من المواصلات، نتجه لبعض الداعمين لدعم هاي الأمور. دائما كنا نحاول نكون دائما بزي موحد على المدرج، هتافات موحدة مع الفريق الآخر، دائما كنا حابين وبنحب نطلع بصورة إيجابية وصورة حلوة. نحث على تشجيع اللاعبين داخل الملعب وعلى مؤازرة الفريق سواء بأرض جنين أو برا جنين، خلينا نضل معهم، نآزرهم، نسندهم على أساس إنه هم برضو يتحمسوا بالكام الملعب كأشخاص. فينك لا تكون اللاعب متوتر أو إشي، لما يشوف الناس حواليه بتحمس بتشجع إشي، بالأخص إنه بكون قرايبه وأصحابه وحبايبه بتفرجوا عليه فبتحمس زيادة أكثر للعب. إنه بتعرفي إنه جنين يعني مثلاً
من المدن الوحيدة اللي فيش فيها حدا في المحترفين، أحيانا بتغيب حتى عن الاحتراف الجزئي، إنه إحنا كان هاي الفترة الموسم الماضي ما كانش ولا فريق لمحافظة جنين بشكل عام في الاحتراف الجزئي، كان درجة تانية يعني باعتبار. وهسه يعني ها نادي جنين رجع للاحتراف الجزئي، نتمنى كمان الأندية الثانية الموجودة في جنين ترجع للاحتراف، يعني لأنه دائما مطلوب منا حتى إحنا كإعلاميين إنه نوقف مع الأندية حتى لو كانت درجة تانية درجة ثالثة حتى لو مناطق، إنه نساعدها وندعمها من جهة الإعلام. طبعاً هو صعودنا للاحتراف الجزئي هو بعطينا قيمة نوعية كتير عالية، بعطينا تشجيع كتير قوي إنه نضلنا ممارسين لعبة كرة القدم، لأنه إحنا زي ما حكيت لك عنا أساس بتدريب كرة القدم وعنا مدربين أو عنا طاقم كتير مختص إنه يتابع كرة القدم، فإنه لقدام إنه إن شاء الله إنه نتمكن إنه نضل بالاحتراف الجزئي وإنه نصعد للمحترفين، خصوصاً إنه إحنا حالياً معتمدين على أولاد البلد، هما بذلوا كل ما عندهم مشان يصعدوا، مشان يحافظوا على مركزهم، مشان يبينوا مهاراتهم وقدراتهم. دائما يكون في إشي رمز احنا نقدمه مقابل الدعم، سواء كان درع، سواء كان صوره تذكاريه، سواء كان منشور شكر على رابط المشجعين في الفيسبوك. دائما كنا شغالين بالطريقه الايجابيه، لانه نجيب تبرعات وندعم الفئات في نادي جنين وندعم المشجعين. عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي نبقى مثلا متجمعين وننزل كلياتنا منشورات، ننزلها على مواقع التواصل الاجتماعي وكل واحد يبقى كاين لاصحابه وقرايبه ايش، والكل بتجمع وبنزله. اليوم نادي جنين قدر انه يصعد للاحتراف الجزئي من خلال لاعبين محليين وتقريبا تكلفه جدا متواضعه، وهذا مهم انه يستمر في المستقبل ونحكي للناس اهل جنين انه اليوم نادي جنين طلع للاحتراف الجزئي من اولاد البلد، من الأولاد اللي أنتوا كنتوا بدعموهم قبل 5 سنين وكان عمرهم 7 سنوات و8 سنوات و10 سنوات. الشباب الرياضيين هم مع اختلاف مهاراتهم، مع اختلاف قدراتهم، مع المستوى اللي هم وصلوا له، هم بحاجة لدعم ومساندة أهل جنين والأهل والناس من خارج جنين. يعني بتلاحظي إنه أنا مثلاً بنطلع بالمشاريع الشبابية على مختلف المدن، كل المدن بتشجع جنين، بتحب جنين، بتحب أولاد جنين، والحمد لله هذا فخر كتير كبير لإلنا. ولكن هذا مش كافي إنه إحنا نضلنا موجودين ونضل بالكفاءات والقدرات اللي هي مطلوبة منا على مستوى دولي، إحنا بحاجة دائماً لمدعم ومساندة الناس اللي حوالينا سواء من جنين أو خارج جنين، سواء مادياً ومعنوياً، لحتى نضل إحنا على المسار اللي إحنا حالياً سالكينه. اغلب الاغاني اللي بنغنيها واللافتات اللي بنعملها للاقصى والقدس، نبقى بنهتف دائما للقدس، يعني انه للاقصى وللقدس ولصمود اهل القدس ولصمود اهل غزه، برضه بنهتف كثير لاهل غزه ولاهل الجنين عندنا ولاهل المخيم، برضه بنهتف لهم كثير. حتى يبدعوا بطريقة خلاقة وبطريقة إنسانية برضو إنهم كيف يبرزوا هاي المهارات والقدرات، إنهم يوصلوا لأهدافهم لطموحهم ويكونوا قادرين على إنه يثبتوا وجودهم على هاي الأرض، يثبتوا وجودهم سواء كانوا وجودهم بعتبروهم بتطوير مهاراتهم، بإنهم يبرزوا مواهبهم مثلا عندنا طلاب كرة القدم، ثبوتهم في المباريات، إنهم مارسوا لعبتهم اللي بيحبوها، نشاطهم اللي بيحبوه، هذا هو أكبر جهاد ممكن يثبت ويبرز وجودهم على هاي الأرض. نحن
نحشد الجماهير كل يعني مش الكل بيطلع، بس انه بصير نسبه منيحه تطلع، لما بالاخص انه هسه النادي رجع على الاحتراف، هو الجماهير قطعت النادي فتره منيحه، بس انه كل بلش يرجع بالاخص بعد ما صعدوا، بس كلهم بيرجعوا مع الاحتراف ان شاء الله انه كل الناس بتضلها تحضر لنادي جنين. بحكي عن لحظة جميلة اللي هي لما تأهل نادي جنين المرة الماضية من الدرجة الثانية احتراف الجزئي، وهو كان باعتبار يعني تأهل اللحظة الأخيرة، يعني كان تعب كبير وكان جهد كبير. هو صدقاً أنا المباريات اللي بحسها كتير مهمة، لدرجة إنه مرات ما بحب أدخل الملعب، بضل ناطرتهم بالسيارة باب الملعب، لحتى إنه كل ما يصفر الحكم بسألهم شو صار جوا، فإنه طبعاً لحظة الفوز بحس حالي ملكت الدنيا كلها، ولما يخسر النادي بصراحة بحس كآبة على صعيد الشخصي على صعيد المهني، حتى لو ما كانت مأثرة كتير وأي إشي متعرضين للخسارة، ولكن بحس حالي خسرت كل شيء. يعني ممكن لحظة الفوز بحس حالي أسعد إنسان، يعني بحس حالي إنه الموضوع ماشي كيف يجب أن يكون. لحظات الخسارة ممكن تكون صعبة علي، ما بتقبل أقعد مع الناس، ما بتقبل أشوف حدا بهذاك اليوم، بتكون صعبة علي شوي. نتمنى أنه دائماً نواصل التقدم، نواصل النجاح، نواصل الاعتماد على أنفسنا، النجاح يعني بمختلف الوسائل، سواء على الصعيد الرياضي، على الصعيد الاجتماعي. رسالتنا للجمهور وللناس، ندعوهم دائماً يرجعوا ويلتفوا حوالين ناديهم. رسالة الجماهير، بندعي الجماهير كلياتهم انهم يضلهم يأجروا ناديهم ويضلهم يساندوا فيهم سواء مع مادي او معنوي. طبعا بحب احكي انه نادي جنين هو من اعرق الانديه الفلسطينيه الموجوده على ارض فلسطين، هي منذ سنوات عديده او فينا احكي من القرن الماضي هو نادي قائم على اختلاف الظروف، سواء كانت ظروف اجتماعيه صعبه او سواء ظروف امنيه برضه صعبه، هو نادي حافظ على مسيرته سواء الرياضيه او الاجتماعيه والثقافيه، حافظ على برامجه اللي بنفذها سنويا. I'm gonna go!